السابقة كيفية قراءة الاستعاذة قراءة صحيحة وكذلك البسملة. إذن ويل يومئذ للمكذبين. القواعد التي لدينا هنا، لدينا تنوين بالضم وبعده حرف الياء من حروف الإدغام بغنة ومقداره حركتان. إذن لدينا هنا إدغام بغنة مقداره حركتان، أقول ويلوي ويلوي، يعني حركتان مع إدغام بغنة والغنة تخرج من الخيشوم. ويلوي يومئذ للمكذبين. يومئذ لي هنا تنوين ب هنا كسرتان بعده حرف اللام مشدد، هنا إدغام بغير غنة، يعني أقول يومئذ لي ولا أقول كما قلت هنا يومئذ لي، هذا خطأ. هنا ويلوي لأن إدغام بغنة ومقداره حركتان، هنا إدغام بغير غنة. ويلوي يومئذ للمكذبين، هنا تباع المخرج حرف الذال ومددت حركتان هنا، ويمكنك أن تمدد كذلك 4 أو 6 حركات للمد العارض للسكون. عندما أنتهي من شرح الآيات كما ألفتم، يعني سأرتل لكم الآيات من الآية 24 إلى آخر السورة إن شاء الله. ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل، نقلقل الجيم قلقلة صغرى، لاحظوا معي اللام مكسورة، كانت نجعل يعني اللام كانت ساكنة أصبحت هنا مكسورة لأن انتقلت إليها حركة الهمزة، يعني لدينا النقل كانت هنا حركة الهمزة كما تلاحظون، يعني كانت كلمة الأرض تبدأ ب كما أننا نقول إيلارد، يعني تبدأ بالكسر. لاحظوا حذفت الهمزة وبقيت حركة الهمزة هنا فقط، انتقلت حركة الهمزة كذلك إلى الساكن قبلها، كان الساكن قبلها هو اللام، كان الساكن نجعل فأصبح مكسور بسبب حركة الهمزة التي انتقلت إليه، وحذفت الهمزة من كلمة الأرض. إذن سنقول نجعلي الأرض، وكذلك النقل في وسط كلمة الأرض، كانت الأرض، يعني كان هذا اللام هنا في كلمة الأرض كان ساكنا، لاحظوا أصبح مفتوحا لأن انتقلت إليه حركة الهمزة هنا في كلمة الأرض الأ، يعني انتقلت حركة الهمزة من هنا كذلك للساكن قبلها الذي هو حرف اللام فأصبح مفتوحا وحذفت الهمزة من هنا، والراء نفخمها. كفاتا هنا أقف بألفان يعني اثنان، ومدد حركتان لمد العوض. ألم نجعل الأرض كفاتا، ولا نقول كفاتا، أحياء وأمواتا. لاحظوا معي مددت هنا 6 حركات للمد المشبع المتصل، ولدينا التنوين بالفتح بعده وحرف الواو من حروف الإدغام بغنة، إذن هنا إدغام بغنة ومقداره حركتان، وهنا أقف على أمواتا بمد العوض حركتان. أعيد أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هنا كذلك وجعلنا طبعا مخرج حرف الجيم، وجعلنا فيها رواسي، الراء مفخمة، رواسي شامخات، لاحظوا معي هنا إدغام بغنة مقداره حركتان، وأسقيناكم ماء، هنا إدغام شفوي، لاحظوا معي تنتهي وأسقيناكم بالميم الساكنة، بالرغم أن تلك السكون لم ترسم فوقها، يمكنكم الرجوع لدرس أحكام الميم الساكنة، وبعدها كلمة تبدأ بميم مشددة، هنا إدغام شفوي. نقول
شامخاتي وأسقيناكم ماء ماء، يعني بيقولنا مقدار حركتان مع مد، هنا 6 حركات للمد المشبع المتصل، وتتبع هنا إخفاء، يتبعها إخفاء، ونرقق غنة الإخفاء لأن بعدها حرف الفاء مرقق، يعني نقول يعني الذين تنوين وبعده حرف من حروف إخفاء، والراء نفخمها هنا ونقف هنا بمد العوض حركتان، يعني وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ويل هنا كذلك إدغام بغنة مقداره حركتان، وهنا إدغام بغير غنة، وهنا أمدد حركة 64 حركات للمد العارض للسكون. إذن شرحت هذه الآية هنا، إذن جيد. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إخفاء النون وغنة إخفاء أفخمها لأن بعدها حرف التاء مفخم، وأمدد هنا 6 حركات للمد المشبع المنفصل. انطلقوا 6 حركات هنا إلى ما كنتم، أخفي النون هنا في كلمة كنتم وأرقق الغنة لأن بعدها حرف التاء مرقق، وهنا لدينا إخفاء شفوي. كنتم به، كنتم به، به، وهنا أمدد حركتان لمد الصلة الصغرى. به تكذبون، تبع المخرج حرف الذال، وأمدد حركة أو 64 حركات للمد العارض للسكون. كذلك هنا كلمة انطلقوا إلى، يعني كما شرحت هنا، يعني فاء إخفاء وكذلك مد صلة كبرى، مد مشبع منفصل. إلى ظل، هنا ظل تنتهي بكسرتان يعني التنوين وبعده حرف الذال من حروف إخفاء، إذن أخفي تلك النون الزائدة وأرقق الغنة لأن بعدها حرف الذال مرقق تباع لمخرج حرف الظال. أقول انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لاحظوا معي تباع لمخرج حرف الذال والثاء هنا، وأقف على الباء قلقلة كبرى. شعب، وكما ذكرت في الدروس السابقة عند نطق قلقلة الباء يعني لا أنزل الفك السفلي، بل فقط شفتان هما اللتان يتحركان، يعني أقول شعب ولا أقول شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل، انتباع المخرج حرف الضاد، وهنا إدغام بغنة مقداره حركتان، وهنا يعني وقف على حرف الباء بقلقلة كبرى. إنها ترمي بشرر كالقصر. هنا النون مشددة حركتان بغنة، والراء هنا أفخمها، والراء هنا مرققة، يمكنكم الرجوع لدرس أحكام الراء لفهم سبب ترقيق الراء هنا بالرغم من أنها مفتوحة، يعني لأن لدينا هنا راءان، يعني راء وتتبع وراء أخرى. هنا كالقصر، هنا الراء أقف عليها مفخمة، قبلها هنا حرف الصاد. كأنه جمالات صفر. هنا النون شد حركتان بغنة وأمدد حركتان لمد الصلة الصغرى. هنا لدينا يعني تنوين بعده حرف من حروف إخفاء، وهذا الحرف مفخم، إذن غنة الإخفاء أفخمها. أقول جمالات صفر، جمالات صفر، وأقف على الراء مفخمة. هنا ويل يومئذ للمكذبين، هذه الآية شرحتها هنا في الآية 28 وكذلك الآية 24، إذن لكي لا أطيل عليكم لا أعيد الشرح.
هذا يوم لا ينطقون. هنا النون أخفيها وهنا الإخفاء أفخم، والآن بعد حرف الطاء مفخم، وأمدد هنا حركتان أو أربع أو ست حركات للمد للمد العارض للسكون. انتبه هنا لحرف الذال، هذا ولا أقول هذا. ولا يوذن لهم فيعتذرون. انتبه كذلك لحرف الذال هنا، وهنا لدينا لهم فيعتذرون إظهار شفوي. هنا لهم تنتهي بميم ساكنة بعدها حرف ليس بالباء ولا بالميم، إذن إظهار شفوي. أقول لهم فيعتذرون ولا أقول لهم فيعتذرون. انتبه لمخرج حرف الذال، والراء أرقق لأن قبلها كسر اللصيقة بها في نفس الكلمة، وأمدد حركتان أو أربع أو ست حركات للمد العارض للسكون. ويل يومئذ للمكذبين. كذلك هذه الآية شرحتها يعني عدة مرات. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هنا والأولين، هناك هنا لدينا جمعناكم، وهنا إظهار شفوي كما شاهدنا هنا أو كما شرحنا هنا. لاحظوا معي كلمة والأولين، كانت والأولين، هنا كذلك لدينا النقل، انتقلت حركة الهمزة من هنا إلى الساكن قبلها وهو حرف اللام، إذن قلنا والأولين وحذفت الهمزة، لا نقول ولا أولين ولا نقول والأولين، بل والأولين، وأمدد حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. فإن كان لكم كيد فكيدون. هنا فإن كان أخفي النون وغنة إخفاء مرققة لأن بعدها حرف الكاف مرقق. لكم كيد، هنا إظهار شفوي يعني ميم ساكنة بعدها حرف ليس بالباء ولا بالميم. كيد فكيدون، هنا لدينا تنوين بالضم وبعدها حرف الفاء من حروف الإخفاء، إذن والفاء مرقق، إذن غنة الإخفاء أرققها، أقول كيد فكيدون، وأمدد حركتان هنا أو أربع أو ست للمد العارض للسكون. ويل يومئذ للمكذبين، شرحتها من قبل هذه الآية. إن المتقين في ظلال وعيون. نون منشددة حركتان بغنة. المتقين، متقين، انتبهوا لحرف التاء، لا نقول المتقين، لا ننطق كحرف الطاء. في ظلال، في ظلال، انتبهوا هنا إدغام بغنة مقداره حركتان، ظلال وعيون، أمدد حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. وفواكه مما يشتهون. هنا ميم مشددة حركتان بغنة، وأمدد هنا للمد العارض للسكون حركتان أو أربعة أو ست حركات. كلوا واشربوا، هنا الراء مفخمة. هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا، هنا مددت ست حركات للمد المشبع المتصل، ولدينا إقلاب هنا، لاحظوا هذه الميم الصغيرة ستقلب، تلك الفتحة الثانية ستقلب ميما وهي التنوين، يعني نقول هنيئا ولا نقول هنيئا لأن بدا هنا حرف الباء، نقول هنيئا بما مع تطابق شفاه بما كنتم. هنا النون أخفيها وغنة الإخفاء أرقق لأن بعدها حرف التاء مرقق، أقول كنتم، هنا إظهار شفوي، كنتم تعملون، تعملون، لا نقول كنتم تعملون، وهنا أمدد حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون، تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. نون مشددة حركتان بغنة تبع المخرج حرف الذال،
نجزي الجيم أقلقل وقلقل صغرى وأمدد حركتان أو أربعة أو ست للمد العرض للسكون. هنا ويل يومئذ للمكذبين، شرحت هذه الآية من قبل. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم، لاحظوا معي هنا لدينا كذلك النقل، كانت قليلا تسمعنا النون زائدة في الأخير ساكنة، قليلا ستصبح مكسورة، تلك النون الزائدة ستصبح مكسورة هكذا قليلاني، لا كانت قليلا ستصبح قليلاني. لماذا؟ لأن لدينا النقل، ستنتقل إليها حركة الهمزة من كلمة إنكم، لاحظوا هنا حذفت الهمزة بقيت حركتها وانتقلت إلى كذلك حركتها إلى الساكن قبلها وهو تلك النون الزائدة، ستصبح قليلانكم، قليلانن من نون مكسورة إلى هذه النون المشددة هنا، وقرأها هنا بحركتين، غنى بحركتين، قليلانكم ننكم قليلانكم مجرمون. هنا لدينا إدغام شفوي ميم وبعدها ميم مشددة، وهنا الجيم أقلقلها قلقلة صغرى وأرقق الراء لأنها مكسورة وأمدد حركتان أو أربعة أو ست حركات للمد العارض للسكون. بالنسبة للمد العارض للسكون، إذا مددتم حركتان يجب أن تمددوا حركتان في المدود العارض للسكون جميعا. ويل يومئذ للمكذبين، شرحناها. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل، انتبه المخرج حرف الذال، وإذا قيل لهم اركعوا، هنا كذلك لدينا النقل، انتقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، كان الساكن قبلها هو الميم، لهم يعني الميم ساكنة، لاحظوا هنا الميم مضمومة لأن انتقلت إلى حركة الهمزة من كلمة اركعوا، لأننا سنبدأ هنا في كلمة اركعوا بالضمة كأننا نقول اركعوا، فانتقلت تلك الضمة من الهمزة إلى الميم الساكنة وحذفت الهمزة من كلمة اركعوا. إذن سننتقل من الميم المضمومة إلى الراء هنا الساكنة ونفخم الراء. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، الراء كذلك هنا أفخمها وأمدد حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. ويل يومئذ للمكذبين، شرحتها. فبأي حديث بعده يؤمنون. لاحظوا معي هنا حديث بعده، هنا إقلاب حديث بعده، انتبهوا للثاء وهنا إقلاب الميم يعني بحركتان بغنة مع تطابق شفاه. فبأي حديث بعده يؤمنون، هنا أمدد حركتان لمد الصلة الصغرى وهنا حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. إذن أتمنى أن يكون هذا الشرح يعني مفهوم. الآن تابعوا معي، سأرتل لكم الآيات التي شرحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا انطلقوا
شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون وبهذا نكون قد أكملنا ولله الحمد شرح تجويد سورة المرسلات برواية ورش عن نافع ألقاكم في الحصة المقبلة ومع سورة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.